انت عشق ده جديد فهد الكوبيسي، وهو الألبوم اللي قرر يطرحه خلال الأيام القليلة المقبلة. عن جديده وأجندة حفلاته المقبلة والعديد من المفاجآت يفجرها الكوبيسي في لقائنا بعربون. النجم القطري فهد الكبيسي، اهلا وسهلا فيك في برنامج عربود. يا اهلا وسهلا فيكم، انا اللي سعيد فيك الهام وسعيد في برنامج عربود. يا هلا. اول شيء الف مبروك لالبومك الجديد. الله يبارك فيك. شكرا. بس خبرنا ليه اخترت تدشين الالبوم تحديدا في الكويت؟ والله هو كان برنامج حمد شو، حمد قلم واحد من الاعزاء والاصدقاء القدامى يمكن معي، وحبذ هو أن يكون في لقاء بيني وبينه في البرنامج، فقلت له ضروري أن نقدم لهم الألبوم هذا ويكون خلاص التدشين عندك، لأنه كان الألبوم نازل ما كان لأقل من أسبوع. لا خطاوينا وراها لقى، وانت لاقينا انت لاقى بشقى. فهد خبرنا شوي عن الألبوم، من في من ملحنين، من شعراء، من أنماط موسيقية موجودة في الألبوم؟ أنا الألبوم حرصت أن يكون مش أكثر من 11 أغنية عشان يكون في مثل ما يقولون تركيز بالنسبة للملحنين والشعراء. ركزنا على مجموعة أغاني مختلفة عن بعض، أفكار مختلفة عن بعض. أحكي لنا شوي على أغنية أنت عشق، ستايل جديد وكثير ناس وردود أفعال على السوشيال ميديا بأنه بيقولوا أنه فهد عم بيغني راب ميوزك. صحيح، يعني أنا بالنسبة لي هذه الأغنية هي يمكن التحدي، خلي يسمونها المختلف اللي في الألبوم. أنت عشق لو حصل لي ما حصل لي، مطلوبي لا فيك شك ولا لا استخارة. انت درب لو تركتها ضعت كلي، وانت فرصة لو بهدرها خسارة. كنت هاوي ومحب، اول البوم كنت ماخو صلفة من عند شخص معين في بداياتك، ما شفنا الالبوم وحبينا نعرف مين هالشخص اللي ساعدك، اكيد انه كان في البدايات. اول البوم طبعا، اول عمل اشتغلت. اول شيء وين الالبوم؟ حابين نشوفوه. لا الالبوم هذا مخبى، هذا حاطه انا عندي في الخزنة، ولا يمكن هذا للذكريات فقط، يعني ليوم من الايام راح اقول ان هذا كان الالبوم اللي انا بالنسبة لي هو اللي خلى، هو كان الكي، يعني هو المفتاح اللي خلاني اكمل. ودي راسني على بر، ودي على بر، ودي طبعة غريب وميزتها في عناد. فهد تعودنا انه نشوفك في رمضان من خلال الاشارات الموسيقية لبعض المسلسلات. نعم. شو برامجك؟ والله يعني حريص مثل ما قلت، يعني قلتي دائما ان انا اكون موجود في الاشارات الرمضانية، لان المطرب دائما يكون في هذه وقت بعيد عن اي حفلات او انتاج فني. السنة هذه عرض علي صراحة اكثر مسلسل، والى الان قاعدين نختار بين المسلسلات، في مسلسل قطري وفي مسلسلين كويتيين. فهد الكبيسي شكرا وجود لك لألبومك الجديد. العفو، وانا سعيد جدا، وايضا ودي اني اقدم لكم هذا الالبوم لكم ولبرنامجكم، واتمنى ان شاء الله ان يسعدكم ويسعد الجمهور، ويكون دائما تحسن الظن. الله يخليك. اهلا وسهلا. ما تحس ما تشوف اني من غيرك اكون متشتت وضايع وكل همي قرب.